ايوه مرجان بيه، سعادتك فين؟ اصل في لجنه طبت على الشركه بتراجع على اوراقنا ودفاترنا. فين اذون الاستيراد المال بتاعت مصنع الحديد؟ حضرتك سعادتك ثانيه واحده، كل حاجه موجوده حضرتك، كل حاجه موجوده. لا اسمه الجداوي حضرتك. لا لا شكله ماسك جديد وشهاده غربله علينا جامد. لا ده بالذات ملوش دي حضرتك، بس دخلته كده مش حلوه. اهلا بالاستاذ جداوي. اهلا 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 اهلا، ده احنا زرنا النبي النهارده يا راجل، ده خطوه عزيزه. انا مش جداوي بيه يا مرجان باشا، انا سليمان. سليمان مين؟ مدير مصنع المكرونه. واحنا عندنا مصنع مكرونه؟ مصانع مرجان بتاعت سيادتك، انا مديرها. الجداوي حضرتك. اهلا اهلا جداوي بيه، معلش بقى العتب على النظر، اتفضل عندي في المكتب جوه. لا معلش عشان اخلص شغلي هنا. يا راجل انت التكييف هنا اصله مش مظبوط، التكييف عندي احسن، اتفضل. كويش. اتفضل يا راجل، هات الملف ده. لا معلش خلي الملف ده معايا. اتفضل حضرتك اتفضل. اهلا اهلا استاذ، اتفضل يا استاذ، هو اسمه ايه؟ جداوي حضرتك. اتفضل، انا ما بحبش قعدة المكاتب، اتفضل هنا. اهلا وسهلا اهلا بيك، تفضل حضرتك. تشرب شاي بالياسمين؟ ما بشربش وانا بشتغل. عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟ انا ما بشربش وانا بشتغل. طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده. مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل. ادي 10 و10 يبقوا 20,000 جنيه. ايه ده انت بتعمل ايه؟ لا 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 ولا حاجه، اصل انا دايما احب اراجع الايرادات بنفسي. الباشا ساكن فين؟ في السيده زينب، شلاء ام هاشم. شلاء ام هاشم، انا دايما اصلي جمعه هناك. السيده زينب ده حي جميل، فيه روحانيات كده وحاجه جميله الحقيقه. دلوقتي احنا قلنا 20 وادي 20 يبقوا دلوقتي 40,000 جنيه. ملك ولا ايجار؟ ايجار. ام هاشم دي بتعه، والله بتعه. يا سلام على ده، حي جميل. ام هاشم دلوقتي احنا قلنا 40 وادي كمان دول يبقى كده ايه؟ 60,000 جنيه. عندك اولاد؟ 6. كان الله في العون يا راجل، كان الله في العون. 6. لا حول ولا قوة الا بالله. 6 يبقى احنا قلنا كده يبقى ادي 60,000. 60,000 جنيه كده يبقى ايه؟ 60 و60، 120,000 جنيه. بيدرسوا؟ عندي واحد في الجيش والباقي في التعليم. انت بطل، انت عظيم، انت تستحق وسام، والله تستحق وسام، والله يا جداوي بيه، والله ولا لك عليا يمين. انا عندي عيلين خربين بيتي. دلوقتي احنا كمان دول 40 40، ايوه كده 40، يبقى كله 160,000 جنيه. 160. هو مرتب سعادتك كام؟ 3,000 جنيه. معقول 3,000 جنيه؟ هيعملوا ايه ولا ايه؟ انا مستعجل، الحكومه دي مش فاهم بتعمل ايه. 3,000 هيكفوا ايه ولا ايه ولا ايه؟ طب انا اقول لسعادتك الواد عدي ابني مصروف ايده بس 3,000 جنيه. اي والله جدا وبيت 3,000 جنيه وعلياء 5. قال ايه؟ ايش الكوافير؟ ايش مش عارف بتعمل ايه؟ اللي عارف الحاجات بتاعه العيال الصغيرين دول. نوتي مهما انا هما كان نسيت 200,000 جنيه. ايوه وارجوك ارجوك يا مرجان بيه، عندي فلوس بعد ما امشي، انا مش عارف اشتغل. انا اسف انا اسف انا اسف.
هما ولادك بياخدوا دروس خصوصيه؟ نحلين وبري. مصيبه الدروس الخصوصيه، كارثه والله، كارثه فعلا. دور بقى ايه؟ خمسينات، خمسينات بقى ايه؟ انت لازم تحط لكل عيل وديعه في البنك، الزمن مش مضمون. ما انا حطيت لكل واحد فيهم 250 جنيه في البوسطه. 250 جنيه يا راجل، دول يدعوا عليك. اشتري كل واحد شقه عشان يتجوز فيها. ما انا اشتريت لهم مدفن. مدفن؟ سعيكم مشهور. هوبا هيقعوا. تشرب شاي بالياسمين؟ دي من اعظم وانظف الشركات اللي رجعتها. بسم الله ما شاء الله والله اكبر. دي ناس شرفة، ناس محترمين، شركه اقتصاديه محترمه، اوراقها محترمه، ما فيش غلطه واحده. يا ريت كل الشركات تحتوا هذه الشركه عشان اقتصادنا يبقى عالي في السماء. عربية الأستاذ عدي الجديدة وصلت يا باشا. جبتها له من مصانعنا برضو؟ لا أصله كان عايز يركب عربية 4x4 حضرتك. خليه يركب وانبسط. ربنا يخليك ليهم يا باشا. ما احنا بنشتغل عشان مين؟ عشان أم حسن. بس الواد عدي ده مرزق، وش السعد. كنت في العراق، أم والدته هناك. رحت مسميه عدي. الرئيس صدام حسين طربي كان يقعد على حجره وهيشتكوا، يقول له هلا زبالة هلا الرئيس صدام حسين، يقول له هلا زبالة هلا زبالة. عملنا شويه فلوس هناك زي الفل يا حسن. ولا لسه عليها بنت حضرتك برضه خلفتها في العراق؟ لا ده انا كنت في الاردن، امال رحمه جت والدتها هناك، سميتها علياء، الملكه علياء طارت بيها. اي أيوة والله يا حسن، كنت تقعد تشتكى برضه، انت بطاطا انت بطاطا. عملنا برضه شويه شغل زي الفل هناك. وازاي مرجان ابنك؟ من ساعة سعادتك ما هشكته كله بطاطا كله بطاطا. والمسائل ماشية معانا ايه فلة. وقريب قوي حنخويه ان شاء الله. ولد ولا بنت؟ مرجانة بعون الله. ايوه علياء، ايه مالك بتعاطي ليه؟ في ايه اللي حصل؟ اجيب لك حاجه ده ايه؟ ده انا هقفل الجامعه دي خالص. فين رئيس الجامعه دي؟ ايه ده بس يا انكل، عميد الكليه موجود وبيتكلم معايا. واخوكي فين؟ بكلمه على الموبايل مش بيرد. بابا ايه ونيره ايه؟ اختك من النهارده موتة نفسها من العياط، وانت جاي تلعب مع البنات؟ بابا دي مش بنات، دي دكتوره جيهان مراد. مين؟ دكتوره جيهان مراد. مرجان احمد مرجان. بابا يا دكتور. فرصه سعيده جدا يا دكتوره. يا اهلا وسهلا. بابا ايه اللي جاب حضرتك هنا؟ عشان انا ابن حلال وام عيالي. بابا علياء مالها؟ علياء مين؟ علياء اختي. اه صحيح، واحد دكتور رزل هزقها قدام زمايلها وطردها من المحاضره. القمر يرضيك كده برضه؟ نعم. قصدي يعني يرضيك اللي بيحصل. يا اختك اسمها ايه؟ علياء. علياء اه. ما انا ادخلها جامعه محترمه وادفع لها فلوس قد كده عشان البنت تتعلم ولا تتعقد. واحد دكتور يقول لها انت فاشله وما تنفعيش في اي حاجه. ها؟ اسمه ايه الدكتور ده؟ فاكسل. ايه؟ فاكسل. مايكل يا دكتور. ايه اه. مايكل؟ تاني الدكتور مايكل؟ طب علياء فين دلوقتي؟ علياء مين؟ علياء بنتك. اه اه هي واقفه هناك ومقطعها روحها من العياط. اطمن يا استاذ مرجان، انا مش هسكت، انا هغير هدومي وهاجي لحضرتك على طول. ليه؟ ما كده حلو، قصدي يعني عشان نلحق نلحق البنت هناك. أنا من بكرة هعتصم لهم في الكلية، الموقف ده لا يمكن يعدي على خير. أه فعلاً لازم كلنا نعتصم، هي مش الدكتورة هتعتصم برضو؟ أه أنا هعتصم معاكم. دكتورة إيه دي يا عدي؟ سيفيلايزيشن يا بابا. مين؟ سيفيلايزيشن. يعني إيه؟ يعني حضارة. حضارة أه حضارة. ده فعلاً أنا أول ما شفتها لقيت عندها خلفية حضارية ممتازة. الست بتتعرف على طول من خلفيتها الحضارية، حقيقة يعني. اتفضلوا معايا. ايوه علياء، ايوه حبيبتي. اهدي اهدي، احنا جايين حالا اهو. احنا اسفين جدا، قومنا حضرتك من على التنس، تعبناكي معانا وربنا قدرنا على رد جمايلك. جمايل ايه بس؟ احنا اي خدمه في اي حاجه.
علياء بنتي من النوع النفساوي شويه، اي نسمه هوا تاثر فيها. رقيقه كده زي حضرتك كده بالظبط. تصوري ساعات تبقى نايمه تقوم مفزوعه من النوم وتقعد تعيط ويجي لها رعشه، اروح حاضنها على طول واقعد املسها على شعرها تهدى وتبقى زي القريبه. انا بديك صوره بس، يعني زي برضو حضرتك ممكن تكوني متضايقه ويجيلك رعشه، اروح حاضنك على طول واقعد املس على شعري، هتلاقي نفسك زي القريبه بالظبط. بديك صوره يعني. مش بابا يلا يا ابني بكلم الدكتوره بتاعتك، هي اختك هتطير. سوري دكتور مايكل، you don't have the right to speak to her that way even if she has a different opinion from yours. She always disagrees with my opinion. She's a troublemaker. Calm down please. We are not here to fight. We are here to teach you how to الخناقه دي عشان ايه؟ عشان عليها ابا. امال ما سمعتش يعني هما بيقولوا عليها؟ ولا هي اختك ليها اسم تاني بالانجليزي؟ It's none of your business. It is my business. No! انت بتقول نقول ايه؟ انت مالك انت؟ لما الدكتوره جان بتاعتكم دي كانت متجوزه مين؟ اتجوزت ايهاب ودي. عارفه ده اللي كان متجوز لالا مراد في قلب دليل. معقوله بابا ما تعرفش ايهاب وجدي المايسترو الكبير بتاع الاوبرا؟ ليه؟ المايسترو. مايسترو ده الراجل اللي بيقعد يعمل كده الخشب كده. ايوه ده ليه مقطوعات معروفه جدا، ده عالمي زي رمزي ياسا كده. اللي زي دي لازم تتجوز فنان، ربنا يوفقها معاه. يوفق مين يا بابا؟ ايهاب وجدي مات من 10 سنين. خير ما فعل. عارف اتجوزت مين بعده؟ هي اتجوزت التاني بعديه. اتجوزت حاتم جمعه. هو كمان تقولي ما تعرفش حاتم جمعه؟ ده عارف بتاع الكوره. بابا حاتم جمعه ده اكبر شاعر في الوطن العربي. الزيدي فعلا لازم تتجوز شاعر، هي كمان نفسها شبه النشيد كده. كتبت فيه قصيد شعر يا بابا، لو سمعتها جسمك هيقشعر. متجوزه شاعر عشان تكتب عنه شعر؟ لا ده رثاء، رثيته بقصيده بعد ما مات، حزين عليه يعني. الله، هو مات راخر؟ الناس دي قلبها جامد قوي. حد يموت يسيب واحده زي دي؟ عارف يا بابا؟ دكتور جيهان النهارده كاتبه مقال في الاهرام مكسر الدنيا. الدكتوره جيهان دي ملهاش غير في الشعراء والفنانين، مش غاويه رجال اعمال؟ بتشاور عقلك ولا ايه يا مرجان؟ انت عارف طبعا انا بحبك وبغير عليك قد ايه، بس بصراحه الوحيده اللي اتمنيت ان انت تتجوزها وتيجي تقعد معانا هنا هي دكتور جيهان. طب انتوا مش محتاجين دروس خصوصيه دكتوره جيهان تيجي تديها لكم في البيت هنا؟ بلاش يا بابا خالص الموضوع ده، دكتوره جيهان لما بتسمع الكلمه دي بتقلب الدنيا. خلاص بلاش انتوا. تدينا انا دروس خصوصيه. النهارده هنعمل تجربه ديمقراطيه صغيره قوي، انا عايزاكم تقولوا رايكم فيا بمنتهى الصراحه وتاكدوا ان انا هقبل ارائكم دي كلها. سوري يا دكتور ما زعيش من اللي هقوله يعني. انا شايف ان حضرتك انسانه عصبيه جدا وساعات بتفقدي اعصابك ما بتعرفيش انت بتقولي ايه. يا دكتوره جيهان انت انسانه متعصبه لرايك، بتعملي نفسك فري ومتحرره انما جواكي افكار رجعيه. ملابسك يا دكتوره ملابس فاضحه لا تليق باستاذه جامعيه، وبعدين انا مطالب ان انا اغض بصري وفي نفس الوقت اركز مع حضرتك، طب اعمل ايه؟ افتح عين واغمض عين؟ تقدري تقولي لي ازاي ممكن تكوني قدوه للطالبات وانت نفسك متبرجه؟ قرايه يا اخ محمود، الكلام اللي انت بتقوله ده عيب وما يصحش، ده انت كده بتهين الدكتوره وبتهيننا كلنا. لو سمحت يا اخت، اولا انا ما بتكلمش معاكي، ثانيا الدكتوره فتحت باب المناقشه وانا من حقي ان انا اقول رايي يا اخوانا. دي قله ادب مش مناقشه. بقول لك ايه يا اخ نادر يا مشخصاتي، خليك انت اخويا في فريق التمثيل والمسرح بتوعك، ربنا يغفر لك. الفن مش حرام، الفن شيء عظيم. يا اخ محمود خليك موضوعي شويه، الدكتوره بتقول نتناقش مش نتخانق، وبعدين ايه اللي دخل الحلال والحرام دلوقتي؟ ولا ايه يا جماعه؟ بس كده ما ينفعش، احنا قلنا نتناقش نسمع بعض. ما هو يعني سيبك من الكلام ده والهرتاله دي، ما فاضي ما فاضي. انت فله قشطه. الله يخرب بيت الديمقراطيه على اليوم اللي كانت فيه الديمقراطيه. الجرايد كاتبه لي انا شيخ منصر وحرامي يا حسن. انا شيخ منصر وحرامي؟ لا حاشا لله يا باشا، بلد مش عايزه اللي ينجح فيها، وبعدين هم عندهم اثباتات بالكلام ده. ارفع عليهم قضيه. ما المساله مش محتاجه شوشره يا باشا. شيل شيل خد. تعالى يا اولاد تعالى اقعد. ايه مالكم؟ وشكم مقلوب كده ليه؟ هو الدكتور ايه قال لي ادب عليك تاني ولا ايه؟ لا يا بابا. في بابا الكلام اللي مكتوب هنا ده مظبوط؟ ايه ده؟ ده جورنال صوت الجامعه بيطلع عندنا في الكليه. مين اللي كتب الكلام الفارغ ده؟ دكتوره جيهان. ايه حكايه الدكتوره جيهان اللي انتوا قلبين دماغي بيها دي؟ وبعدين انا عايز اعرف بقى الدكتوره جيهان دي بتشتغل ايه بالظبط؟ شان مدرسه ولا بتلعب تنس ولا بتتجوز ولا صحفيه؟ اسمعوا يا اولاد، ابوك زي الفل، انا صاغ سليم، انا احط صباعي فين اتخن تخين ولا يهمني اي حاجه.
يلا اصبروا انتوا على البيت وتغدوا، انا لسه قاعد هنا شويه. يلا. صوت الجامعه ناقص، انا صوت الجامعه كمان. ما اي واحد قاعد فاضي ما ورهوش حاجه معاه ورقه وقلم يقعد يقطع فيا يا حسن. انا بقول يا باشا احنا نلم الموضوع احسن، يعني الناس دول لو جم وشربوا الشاي بالياسمين بتاع سعادتك هنخلص. بعدين انا مش فاهم سعادتك قال لنفسك ليه، ما دام مظبط كويس فوق يبقى خلاص. بس اللي فوق مش مضمونين يا حسن، البلد ده عشان تعيش فيها لازم تظبط نفسك من فوق وتظبط نفسك من تحت، عشان لو اللي فوق سابوك اللي تحت يلقفوك، ولو اللي تحت سابوك اللي فوق يحموك. انا هرشح نفسي في مجلس الشعب. من اجل الشباب، من اجل الاجيال الجديده، برشح نفسي اني اكون صوتكم، صوت الشباب اللي اخرسوه وكمموه. من حق كل شاب يعرف هيعمل ايه بكره، من حق كل شاب يبقى عنده طموح مهما كان طموحه كبير. من حقك تحلم انك تبقى وزير، رئيس وزراء، رئيس جمهوريه. مش بس تحلم، لا ده انت تشتغل وتخطط على كده كمان.